نقولوا بحال ديال الخبز خاصه نقعد داك المنبع 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 كيف يطيب؟ نماذج يعني كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام هذه هي الرايه، رايه من نوع يعني اخر كما كنعرفوا حنا الرايه كما كنعرفها انا يعني كتكون يعني بيضه من نوع ولكن هذه الرايه هذه من نوع اخر يعني معنا حتى السيد يعني اللي كيجيب الحوت غادي يورينا كيفاش نعرفوا الرايه انها يعني واش باقا في نفس الكاليتي ديالها او لا عندها واحد المده وباقا مقطوعه باش الناس حتى هما يحاولوش انهم يتقولبوا ولا شي حاجه تبقى عليهم. بالنسبة خويا حماده يعني الناس بغاو يعرفوا الرايه يعني شوينا ولا لا شنو قدروا يعرفوا شنو قدروا يقلبوا. بالنسبه للرايه السلام عليكم اخويا النادي. بالنسبه للرايه راه زينه قبيله في كل شيء الرايه راه بصح راه مزيانه حتى الدم ديالها راه هو الدم ديالها. كاين الرايه اللي كتكون زرقاء. الرايه ديال البلاد يعني باش يعرفوا الناس حماده اش قال لكم بلي الناس اللي كيقلبوا على الرايه انه وجدي تكون فيها يعني الدم كما كتشوف يعني كتكون باقا مزيانه. بالنسبه لك شكون قديمه كتكون يعني زرقاء تقوى ديك لاكلاص ديالها يعني كتولي تردو فيها واحد لامونياك لامونياك كتحيد ديك هذوك المنافع اللي كانوا في ديك الرايه كاين حيدو الرايه راه معروفه يا ربي الرايه اللي تغير في الرايه راه غايبان لي الدم ديالها يعني مصباح حماده يعني كتشكائي بالمدينه الجديده بالنسبه للناس اللي بغاو يتقداو الحيتان وكداو يصبروا مع انك تجيب كونتيتي يعني كاين شي رقم تواصل باش انهم يعني يقدروا قول لنا خويا شحال النمره؟ النمره 06 22 53 10 82 06 22 53 10 88 كما شفتوا هذه هي الرايه ها هي بهذا الشكل هذا سبحان الخالق صراحه شوف كي دايره وهذه راه سيدي الصبطه المرينة هاي المرينة المرينة الخطير اللي عندو سنان شرسين هذا هو المرينة وهذا هذا المرينة ديال الحرام كابانا باقا حية هذه كابانا باقا حية اللي باقيها الله جات غير دابا الانسان حد كيجيب جوده كيجيب يعني كل شكل اللي يعني عنده زوين انت ديما كتنوش لنا وكتشوف خوز كتير تبارك الله اللهم اللهم بارك هاي مريض هاي هذا السكراب او الثاني كيقولوا لي باللغه العربيه تقول لي المهم الكراب ما عرفتش كيعلم السميتو بالضبط ديال اللغه العربيه ديالو هذا هو الكراب باللغه العربيه كما تشوفوا هذا هو الكراك وهذا هو هذا المرين تبارك الله اللهم بارك هذا كما تشوفوا الرايه كاليتي زوينه اللي بغى الرايه الرقم راه قالوا لكم حماده مرحبا اي واحد اللي جا هنايا السوق القديم الطابله في اول يعني اول دخله كاينه هنايا هاي الطبله هاي الدخله هنايا كيجي تلقى الطبله عندها هاي اللهم بارك هذا كما كتشوفوا اللهم بارك حاجه زوينه حاجه بكاليتي ديالها وبهذا تلقاو والرايه الحمد لله انا بعدا كتعجبني شخصيه الرايه لانها ما فيهاش الشوك ثانيا كتاكلها بكل شيء ليها ما كتضيعش بها كما كتشوفوا
بهذا نتلقاو معكم في بث مباشر اخر. امن الله، الى اللقاء.